الناوي نجم نادي بتروجيت. لك هارد لك النهارده طبعا، بدأت الشوط الاول عملته لقاء جيد جدا، الشوط الثاني النادي الاهلي استحوذ والنادي الاهلي قدر يحرز هدف. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد لله على كل شيء، وطبعا مبروك للنادي الاهلي طبعا باللعب فريق كبير، يعني احسن فريق في افريقيا واحسن فريق في مصر. احنا كنا طبعا نازلين الماتش يعني عموما عاملين طبعا حساب للنادي الاهلي كويس جدا ومقفلين عليه كويس جدا، وبنلعب كنا الكابتن كان بيلعب بتوازن بشكل كبير قوي في نص الملعب وفي معظم الخطوط عموما. الحمد لله يعني فنشنا الشوط الاول كويس، الشوط الثاني بس حصل شويه لخبطه وكده. الاهلي ضغط عليكم وما قدرتوش انتوا تكملوا، قدر ان هو يحرز اهداف. مش ضغط، هو البلن انا مش عارف طبعا، انا ما بتكلمش على البلنتي في التحكيم، ما اعرفش هو البلن هل بلنتي ولا لا، انا والله ما اعرف. بس انا شايف هو من ساعه البلن هو البلن وغير المسار اللقاء خالص. بس الحمد لله على كل شيء طبعا، احنا الفرقه طبعا رجاله طول الفتره فاتت وماشيين بشكل كويس جدا، وان شاء الله خلاص هو الماتش خلاص نقفله ونقفل صفحته خلاص ونركز في اللي جاي ان شاء الله. باذن الله طموح مع نادي بتروجيت انتوا تلعبوا وتاخدوا مقعد بطولات افريقيه؟ والله طبعا احنا من اول السنه عاملين طموح ان احنا نرجع اسم بتروجيت تاني ونرجع له مكانته الطبيعيه، والحمد لله احنا حتى ماشيين مع الكابتن طلعت الحمد لله، يعني الناس كلها يعني اتكلمت كويس على الفرقه والفرقه ماشيه بشكل كويس وبتادي واللعيبه كلها رجاله، وحتى الفترة اللي فاتت كله بيشهد بكده، وان شاء الله نركز في اللي جاي ان شاء الله نرجع بتروجيت تاني ان شاء الله المكانة الطبيعية بتاعتها باذن الله. شكرا ربنا يخليك. كابتن سيف، ده كان لقاءنا مع احمد الشناوي لاعب نادي بتروجيت، عودة ليك مرة أخرى.